إعلاناً من مؤسسة روزا لوكسمبورغ بأن أفضل طريقة لحماية الحرية هي من خلال خلق مساحة لنقاشات فكرية نقدية والتعريف بممارسات سياسية مختلفة. عملت المؤسسة على ترجمة نصوص مختارة من أعمال المفكرة والمناضلة روزا لوكسمبورغ من الألمانية إلى العربية، وقد تم إطلاق الكتاب بحضور عدد من المختصين والمهتمين في إبريل من العام 2016. Ich möchte Sie gerne im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung ganz herzlich zu unserer Buchvorstellung heute Abend im Mahmoud Darwish Museum begrüßen. Ja, für uns ist es heute ein ganz besonderer Abend, weil wir ein Buch vorstellen, an dem ein großes Team fast 3 Jahre gearbeitet hat. Als ich vor 3 Jahren das erste Mal hier in Ramallah war, um zu eruieren, was an Rosa-Luxemburg hier für Palästina interessant sein kann, wusste ich überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Wir machten damals in einem der kleinen Theater hier in der Stadt eine erste Veranstaltung und ich war fast gerührt, mit welchem Interesse man Rosa Luxemburg hier aufnahm. Und ich begriff, dass es wirklich sinnvoll ist, eine Auswahl zu machen und die Übersetzung dieser Auswahl mit Texten von Rosa Luxemburg zu organisieren. Wir haben 4 فصول من 4 فصول أخيرة من كتاب تراكم رأس المال. وهذه الفصول الأربعة بتلخص مساعي الدول الرأسمالية للقضاء على البنى الاقتصادية التقليدية والمراحل اللي بتبدأ من فتح الأسواق وتنتهي بالاحتلال العسكري. وهي بتعرض هنا أمثلة لدول من منطقتنا الجزائر ومصر، بتعرض النموذج الهندي اللي هو مهم جدا أيضا، وكمان للولايات المتحدة الأمريكية. Jetzt gleich wird Jasmin vom Leiter der ISKRA sprechen. Die ISKRA war die Parteizeitung Lenins. هذا الفهم الذي عبر عنه الكتاب بشكل عميق ومستفيض هو تصور لمركزية لا هدفها. مبدأها الحياة هو من ناحية الإبراز الحاد للمجموعات المنظمة من الثوار الفاعلين المتميزين وعزلها عن البيئة المحيطة بها حتى ولو كانت غير منظمة ولكنها ثورية نشطة. ومن ناحية أخرى الانضباط والتدخل المباشر والحاسم والمقرر للسلطة المركزية في كل المظاهر الحياتية لتنظيمات الحزب المحلية. والسؤال المطروح في هذا الصدد لم ولا يتعلق أيضاً بتشكيل الاشتراكية الديمقراطية الروسية خليطاً فيدرالياً من عدد لا يحصى من المنظمات الخاصة الوطنية والمحلية، بل بأنه يتحتم عليها تشكيل حزب عمالي موحد ومدمج لكل الإمبراطورية الروسية. لكن السؤال الآخر المختلف تماماً الذي يطرح نفسه يتعلق بدرجة المركزية الأكبر أو الأقل وطبيعتها الأقرب داخل الاشتراكية الديمقراطية الروسية الموحدة. ولدت روزا لوكسمبورغ عام 1871 في بولندا لأبوين من أصول يهودية. درست علم الأحياء قبل أن تنضم إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي في بولندا ولاحقاً في ألمانيا. روزا منظرة ماركسية وفيلسوفة اشتراكية ثورية، من أهم كتاباتها تراكم رأس المال. كانت معارضة شرسة للحرب العالمية الأولى، واستنكرت مشاركة حزبها الاشتراكي الديمقراطي بالموافقة على قروض الحرب. سجنت عدة مرات كان آخرها في فترة الحرب. اغتيلت بشكل وحشي عام 1919 على يد جماعة من الجيش الألماني هي ورفيق دربها كارل ليبكنشت. Wir haben für diesen Band, der ganz speziell für den Nahen Osten und für Nordafrika zusammengestellt worden ist, 3 Themenlinien. Das ist zum einen die Frage der
politischen und sozialen Revolution. Das gruppiert sich alles um die Frage der russischen Revolution von 1917 und all den Vorläufern. Wir haben als zweites das Thema Kolonialismus. Und last not least haben wir die Entwicklung, den Aufstieg und den Niedergang einer sozialen und politischen Bewegung. كجزء من أنشطة روزا لوكسمبورغ لتعريف المجتمع الفلسطيني بالإرث الفكري والنضالي لروزا، قامت المؤسسة بتنظيم ندوة لمناقشة أعمال روزا لوكسمبورغ، وذلك بتواجد القائمين على اختيار وترجمة النصوص من الألمانية إلى العربية، وحضور عدد من المختصين والباحثين الفلسطينيين. كان في تدخل من جانبي أنا، إنه ما بدنا نركز على الجزء الشق الإنساني اللي هو كثير مهم وعميق عند شخصية روزا بوسلوزا، بس إحنا بنحب نسمع أكثر عن رؤيتها الفلسفية، وبنحب نكسر هذا الستيريوتايب، الرؤية النمطية إنه هي مرأة. أنا يعني بنسجم كثير أو بشعر بإنه في إجابة على كثير من الأسئلة من فكر روزا واللي تم عرضه سواء عبر الأمم أو عبر على لماذا حصل الانهيار. النظام الاشتراكي اللي احنا كنا نتبنى أخفى إخفاق يعني شديد الانهيار. أنا رأيي بالنهاية أي ثورة أو أي تغيير إذا لم يشتمل بشكل عضوي إلى قيم سيفشل، والقيم الأساسية هي الحرية القائمة على أساس المساواة والعدالة الاجتماعية. روزا لوكسمبورغ ولينين كانوا متفقين، وأعتقد قبلهم ماركس، بأن الثورة ينتقل مركزها إلى روسيا، وبالتالي القيام بالثورة كان عملا لا بد منه. وهذا ما كشفت عنه روزا لوكسمبورغ بعد ثورة شبار البرجوازية، والتي قالت أن هذه الثورة لا جدوى منها وأنها يجب أن تنتهي بأن تقود الطبقة العاملة. مهم هذا الجانب، مهم جدا، يعني كنموذج وكمفكرة وكامرأة، جزء من حياتها الشخصية هو يعني بدل على قديش هي إنسانة ثورية، قديش هي إنسانة يعني متحدية. وبالمناسبة يبدو لنا أن الذاتية نفسها تلعب دورا في هذا السعي الوجل لقطاع من الاشتراكيين الديمقراطيين الروس لحماية الحركة العمالية الروسية المفعمة بالأمل والحيوية والناهضة من الوقوع في أخطاء، وذلك من خلال الوصاية عليها من قبل اللجنة مركزية كلية المعرفة والوجود. إنها الذاتية نفسها التي كثيراً ما تتسبب في مقالب الفكر الاشتراكي في روسيا. إنها مضحكة حقاً تلك القفزات المرحة التي يحلو للأنا البشرية أن نوقن للتاريخ أن تقوم بها أحياناً في مسارها التاريخي الذاتي، تنتقم الأنا الذي سحقها وطحنها استبداد الروسي، وذلك من خلال وضع نفسها على العرش في إطار عالم أفكارها الثورية. أول سؤال هو ما هي الأسباب وراء عدم شهرة روزا لوكسمبورغ، رغم أنه هي يعني كتبت كتابات مهمة جدا في النظرية الماركسية. روزا لوكسمبورغ ist unbekannt gemacht worden. Das Problem sind die Kräfte, die sogenannten Kommunisten, die sich auf Rosa Luxemburg und zwar immer gern auf die Märtyrerin und auf die Leiche bezogen haben. Zugleich hat aber die gleiche kommunistische Bewegung Rosa Luxemburgs Denken völlig verteufelt und verdammt. هي يعني ما اكتفت او لنقل درست علم النباتات بعدين تصنيع بعدين تحولت للسياسي بعدين قرأت فلسفي
كل هاي الأشياء بتدلك على إنه هذه المرأة تمتعت بطاقات خلينا نقول خارجة على المألوف أو حتى خارجة على القانون. في مشكلة عندنا في العالم العربي، في كتير من التراث الفكري الغربي لم ينقل، ولم ينقل مثلا يعني إن روزا لم تتكلم إلا عن الإنجليزية فقط، نص الثورة الروسية وبعض الخطابات عن الإنجليزية. المهم يعني مش معنى إن فات 100 سنة تقريبا على وفاتها أو قربت يعني سنة إن إحنا ما ترجمهاش. يعني مهم إن المكتبة العربية تظهر أعمال زي كده. مؤسسة روزا لوكسمبورغ هي واحدة من مؤسسات التثقيف السياسي الرئيسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وترتبط المؤسسة ارتباطاً وثيقاً بحزب اليسار الألماني دي لينكي، وتقدم المؤسسة نفسها كمنتدى لنقاش والتفكير النقدي حول البدائل السياسية. في الوقت اللي احنا موجودين اليوم في حالة عتمة إقليمية، في حالة عتمة فيما يتعلق في مستقبلنا، وخلنا نقول في عدم وضوح حتى بالنسبة لقيم اللي كنا مرة بنعتبرها أساسية، وجود مؤسسة زي مؤسسة روزا لوكسمبورغ تدعم كل القيم المتنورة، القيم اللي هي تمثل خلينا نقول المبتغى والأمل لنا في إطار المجتمع اللي بدنا نعيش فيه، بفكر إنه وجود مهم جدا. وأنا لهذا السبب الأساسي الشراكة مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ هي مهمة بالنسبة لإلي. هاي الورشة أنا سميتها إنعاش للذاكرة ودعوة كل الزملاء، كل الشركاء لعودة على بدأ إعادة الدراسة وإعادة التفاكر حول هذا الدور، وزي كأنها بتطالبنا مطالبة إلنا إنه نرجع نقرأ وننقل هالصبايا أو الكادرات الجديدة هالتجربة وندفعهم إنه للقراية بتاريخ روزا. من منظور المهام الرسمية للاشتراكية الديمقراطية كحزب نضالي، تبدو المركزية في تنظيمها من البداية كشرط تتعلق بتحققه وبصورة مباشرة قدرة الحزب النضالية وعزيمته. لكن الأهم من الجوانب الخاصة بالمتطلبات الشكلية لأي منظمة نضالية هي الشروط التاريخية الخاصة بالنضال البلوريتاري. فالحركة الاشتراكية الديمقراطية هي أول حركة في تاريخ المجتمعات الطبقية تأخذ في حسبانها وفي كل لحظة وطوال سير الأحداث تنظيم الجماهير وحراكهم المباشر المستقل